The first time I met Soumaya, she was a few months pregnant and she just got out of high school. She told me her story. مرة اثنين ثلاثة حاسين له تعرفت عليه مرة في قهوة، قال لي شبيك وصغيرة وش تعمل في قهوة كل شيء. حكيت له على السيتياسيون نتاعنا نتاع دارنا كيفاش، ديما معارك ديما مشاكل وما عادش مركزة مع القراية وجعانين وبرشا حاجات حاسين له. دونك وليت قلت له قال لي شقولك ان يعني جيت تخدم في داري، عندي مرتي وهكا انت تعاوننا. معرس هي معرس هو اما ما يحبهاش يحبني انا، فهمتني؟ دونك كي مشيت انا نخدم معاه نلقاه جونتي نلقاه بيه وتحفون وقعد محترمني حتى كي وصلت ل 18. كي وصلت ل 18 يعني قررنا انا باش نجيبو صغير. هو يحبني برشا، ما يحبش مرتو الحقيقة، هو ما حبش يجيب منها هي صغار وحب يجيب مني انا صغار، وفرحان بيا على الاخر ويصرف. صعب وقايم معايا بالواجب على الاخر، يعني بالحق متفرهدين على الاخر وفرحانين مع بعضنا. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على قريب باش يطلق وباش نعرس هو قال. سمية لا بيدي. باهي حسين خلينا نمشي نعطيها وان شاء الله معرفة طيبة. اسمع نستناك ناخذ منك. باهي. As I listened to Sumaya's story that day, I felt there is nothing I could do. There is nothing. But as I watched her daughter grow, I felt like her daughter was full of life. But Soumaya was not. هو يحبني أنا، نعرف لي هو يحبني. هو جاب مني أنا صغير، ما جابش من مرتو. أما أنا غالب ساعات يعني يتلز دونك يمشي يقعد بحذيها باش نلمو فلوس، وانا اللي انا اللي نعاون فيه مش هي اللي تعاون فيه، انا اللي نقف معاه مش هي اللي تقف معاه، انا اللي ديما معاه مش هي اللي ديما معاه. كيفاش تعمل نهار كامل فاش تعمل وينو العشاء؟ يا بنتي فاش تعمل نهار كامل؟ لما ناظر متاع ودني. صحيح تعبين شوي على خاطر هو ما عندوش خدمة، مرة عنده مرة ما عندوش، ساعات يمشي لمرته الأخرى على خاطر هي عندها فلوس احنا ما عندناش. اه عزيزتي هبط يدك هبط يدك ابعد عايشك ابعد. بنتي شوي انت شو كان عليه؟ شنو هي؟ هبط يدك ساق بل كل شيء. ما تهبلنيش قدام مرة نقول لك اختانا منهم شوية هذوما اللي تعمل فيهم. وانت ليه هبط يدك؟ انت باش تعمل لا منظر تعودني. ساعات نخرج انا نخدم شوية باش نعاونو هو باش نعطيه الفلوس. انت تعطي فيه في الفلوس؟ أما على غالب كنت يحبيش باش نعمل بالله. أنا نعرفه اللي هو يحبني وأنا نحبه برشا. على الباب شبيك؟ على الباب. لحظة. شنو الفلوس؟ ما عنديش. شنو عندك؟ ما عنديش. أب فلوس سامبيهم نزيد أعطيني فلوس. ما عنديش فلوس. أعطيني فلوس نمشي نجيب لك. صرف صرفت عليك شوي أنا ما نادر متعودني. يا Soumaya's situation continued to spiral down. Her mom was diagnosed with cancer. And only a few weeks later, she died. Soumaya was ashamed, was broken, and she was hopeless. In her despair, she tried to end her life twice.
Bright Women Association of today joined Soumaya in her journey, comforted her and guided her through her grief and her healing. We continued to walk with her through the discovery of her own dignity and self-worth. Soumaya is not too far from you. Soumaya could be you, could be your sister, your mother, your daughter, your cousin. She's in every neighborhood. She's in every town, in every village. Soumaya needs you.